المؤثرين من ذوب سمي ذوب قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على المساندة القيمة لتنظيم هذه الندوة الفكرية الدولية التي عرفت مشاركة مجموعة كبيرة من مغاربة العالم ومجموعة من الأساتذة الأجلاء وكذا سلطات بما في ذلك جميع مؤسسات الدولة. هذه التظاهرة اللي ارتئينا لتنظيمها بمساندة شاملة وعظيمة للدكتور السيد مصطفى الكتيري وللمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير تكون إن شاء الله كبداية مسيرة شراكة اللي غتمشي بعيد إن شاء الله على الصعيد الوطني وخاصة على الصعيد الدولي. ويسعدني كثيرا أنها تزامنت مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 24 لتربع جلالة الملك على عرش أسلاف الميامين. وكذلك لا يفوتنا التنويه بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها جلالة الملك في جميع المجالات والتنمية وما إلى ذلك من مسيرة ملكية شاملة عظيمة. وهنا يجب لفت الانتباه الدولي للقرار والتصريح الرسمي الذي قامت به دولة إسرائيل اتجاه اعترافها الحقيقي والموضوعي الذي كان من المفروض أن تقوم به مجموعة من الدول، لكن هي إسرائيل تفند وتقر بمغربية الصحراء، لأن اليهود المغاربة هم من أقرب الناس الذين عاشوا وعايشوا المغرب وعاشوا وعايشوا الصحراء والصحراويين، والمغرب في صحرائه إن شاء الله. والإجلال لجميع الإخوان اللي ساهموا معنا، لا صحفيين ولا أساتذة ولا مجتمع مدني ولا ضيوف ولا أساتذة، كل من موقعه نشكركم على المساهمة ديالكم. نحن سعداء بالتئام هذه الندوة الفكرية الدولية واللي نظمتها جامعة الكفاءات لمغاربة المغاربة المقيمين بالخارج بتعاون وشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. وهي واحد فرصة مواتية وسانحة اللي مكنات من الحضور والمشاركة ديال واحد العدد كيتجاوز 200 ديال مغاربة الخارج في أشغال وفعاليات هذه الندوة الفكرية الدولية، واللي يمكن لي نقول بأنها توفقت والحمد لله في طرح واحد العدد ديال القضايا وديال المهام اللي هي موكولة لمغاربة الخارج والمجتمع المدني والتنظيمات اللي كتمثلها. وقد أحسنت صنيعا جامعة ديال الكفاءات اللي كيترأسها السي رضوان القادري في اختيار هذا الموضوع، وفي اختيار كذلك المؤطرين والمنشطين ديال هذه الندوة الفكرية الدولية اللي سلطوا الأضواء على واحد العدد ديال الجوانب كتتعلق بالواقع بالمعيش ديال المغاربة الخارج، وكذلك بمدى ارتباطهم بالوطن الأب ومدى تعلقهم بالجذور وبالأصول، بحيث يمكن لنا نقوله وبكل فخر واعتزاز أنهم كتجلى فيهم القيم الروحية الوطنية الأخلاقية والكونية والإنسانية اللي هي كتجعل منهم خير سفراء لبلادنا في الخارج. لذلك نحن نسعد بأن هذه الندوة الفكرية الدولية غدا تكون منطلق إن شاء الله ديال برامج تعبوية تنويرية وتحسيسية اللي جعلنا نكونوا نتقربوا أكثر منهم
باش نزيدوا نقوي فيهم الروح الوطنية ومدى الاعتزاز بالانتماء الوطني وبالهوية المغربية باش يبقوا دائما. وكما يؤكد عليه جلالة الملك محمد السادس نصر الله خير سفراء ديال بلادنا وخير ممثلين إلى جانب طبعا الدبلوماسية المغربية وكذلك الدبلوماسيات الموازية، هما تعتبروا واحد الفئة سوسيو تربوية اللي هي جديرة لأن تمثل بلادها في الخارج وأن تكون دائما قريبة من القضايا ديال الوطن وتكون كذلك حاملة هذيك الحمولة ديال القيم الوطنية والمواطنة الإيجابية والسلوك المدني القويم ومكارم الأخلاق. فهنيئا لنا بهذا اليوم اللي جاء ونحن في أجواء تخليد ذكرى ديال عيد العرش المجيد ذكرى 24 لعيد العرش، وكذلك شاءت الأقدار ومن حسن الطالع وتباشير الخير واليمن والبركات أن تتزامن هذه المناسبة مع حلول السنة الهجرية الجديدة وكذلك مع البلاغ ديال الديوان الملكي اللي لن الشعب المغربي هاد وزف ليه البشرى ديال الاعتراف ديال دولة إسرائيل بمغربية الصحراء على غرار واحد العدد ديال البلدان وديال الدول الصديقة والشقيقة اللي هما خداو نفس الموقف واللي إن شاء الله مازالين نتطلع إلى المزيد من البلدان. راه كاين أكثر من 100 بلاد اللي هي اليوم مأيدة المشروع ديال الحكم الذاتي الموسع واللي إن شاء الله غادي يزيد العدد ديالها كما ونوعا باش إن شاء الله يكون الانتصار النهائي لقضيتنا الوطنية الأولى قضية الوحدة الترابية والتثبيت ديال المكاسب الوطنية المغربية. جات نجاة السيمو عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كنحضروا اليوم هذه الندوة الفكرية التي تعقدها جامعة كفاءات الجالية المغربية بالخارج بشراكة مع المندوبية السامية لقدماء المحاربين وجيش التحرير. هذه الندوة الفكرية التي من شأنها أن تبرز الدور الهام الذي تلعبه الجالية المغربية سواء خارج المغرب في إشعاع المغرب أو كذلك في تنمية الوطن ديالهم عند الرجوع إلى البلد الأم. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أعد تقريرا هاما فيما يخص الدور الذي تلعبه يعني تلعبه الجالية المغربية أو ما سميناه بمغاربة العالم، بحيث هذا التقرير وقف على العوائق التي تعترض الاندماج ديال الجالية خارج المغرب أو كذلك اللي كتعوق وكتنمي ذاك الروح ديال يعني الصدود عند هاد الجالية من سواء من العطاء الإداري أو المشاكل عند التقاضي أو يعني مشاكل سواء على مستوى الأبناك أو على مستوى الإدارات. كان هذا التقرير مناسبة للوقوف على هذه العوائق وكذلك إعطاء توصيات اللي ممكن أنها تخدم الرجوع ديال الجالية المغربية من أجل أنها تندمج وتكون يعني أداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل المغرب. وكتعرفوا بأن من خلال يعني واحد المنصة أشاركوا اللي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في وكنا حطينا واحد الأسئلة على المواطنين حول يعني الآراء ديالهم فيما يخص عدم اندماج ديالهم في الدينامية الاقتصادية بالمغرب، وبرزوا واحد المجموعة كبيرة اللي تقريبا كتقدر ب 86% ومشات حتى 90% على أنهم عندهم رغبة في الاستثمار داخل الوطن ديالهم وفي العودة إلى الوطن ديالهم. وكانت سؤال آخر فيما يخص الأداء مثلا الإداري،
عبروا تقريبا 76% على انهم غير راضين على على على, على الاداء ديال الاداره المغربيه، وانهم كلهم يعني مع الرقمنه ومع تطوير الاداء الاداري وكذلك المشاكل اللي كيلقاوها في الادارات، سواء فيما يخص الرشوه او التماطل في في يعني في انجاز الملفات وما الى ذلك. وكذلك فيما يخص القضاء كذلك عبروا على انه هناك مشاكل كثيره فيما يخص المجال ديال القضاء. وهنا المجلس الاقتصادي والاجتماعي عطى واحد التوصيات اللي هي توصيات عمليه اللي ممكن انها تساعد في يعني تهيئ الجو، وهذه استجابة للخطاب الملكي السامي في مناسبة عيد العرش ديال السنة ديال 2022. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.